يعني للأسف في ناس كثير يعاني مشاكل من اللعب أونلاين وذلك بسبب أنها تطلع هذه الكتابة المنرفزة. واليوم قلت لكم طريقة جديدة للعب أونلاين أنت وأصدقائك بدون أنترنت، يعني يكون صديقك أو أخاك، المهم يكون بقربك وتلعب أنت وهو وتبني منازل وتلعب أنت وحرب وتقاتل الزومبي وتلعب بالشرطة وتتسابقون معا وتلعب جميع الأشياء معه، وحتى تستطيع أن تقوم ببناء أنت وهو مدينة يعني تكون خاصة بكم وتتعاونوا معا لبناء هذه المدينة أو الماب من خلال الطريقة التي سوف أشرحها اليوم.